تعرفوا على أزواج وزوجات وأعمار أبطال وبطلات مسلسل الهي برد، وشاهدوا حقائق معلومات أخرى لا تعرفونها عنهم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الفنان تيم حسن بدور جبل شيخ الجبل. ولد الفنان تيم حسن بتاريخ 17 فبراير عام 1976. عمر الفنان في 2020 44 سنة. تيم حسن ممثل سوري، ولد في مدينة طرطوس الساحلية. درس القانون لمدة عامين في لبنان، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية قسم التمثيل. عام 2002 تزوج تيم حسن من الممثلة السورية ديما بياعة، وله منها صبيان هما ورد وفهد، لكنهما انفصلا عام 2012. وعام 2017 تزوج من الإعلامية وفاء الكيلاني. البعض يقول إن تيم حسن ووفاء الكيلاني تعرفا على بعضهما منذ أن استضافته في إحدى حلقات برنامجها، ولكن الأهم من ذلك هو أنهما يعيشان حياة زوجية سعيدة مع بعضهما. الفنان أويسم خلالاتي بدور صخر شيخ الجبل. من مواليد عام 1986. عمر الفنان في 2020 34 سنة. أويس ممثل سوري وخريج قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. لسنة 2012 بدأ العمل والاعتماد على نفسه بسن مبكرة، فعمل في محل تحف وهدايا بعمر 15. بدأ العمل بالدوبلاج وهو طالب، وحينها كان السبب ماديا، وشارك في الكثير من الأعمال التركية المدبلجة. انطلاقته الفعلية كانت في مسلسل نص يوم مع المخرج سامر برقاوي بشخصية جابر. الفنانة ديما قندلفت بدور رانيا عمران. ولدت ديما بتاريخ 3 يناير عام 1979. عمر الفنانة في 2020 41 سنة. شاركت ديما في أكثر من 100 مسلسل على مدى 17 عاما، وجسدت عدة أدوار مختلفة المسار، من دور الفتاة الطيبة إلى الفتاة المتعجرفة إلى الفتاة القاسية. ولدت ديما في دمشق والتحقت بنجمات الصف الأول باكرا، فاتخذت مكانها في الصفوف الأولية واستقطبت اهتمام وأنظار الجميع. تزوجت ديما قندلفت من وزير الاقتصاد السابق همام الجزائري عام 2015 زواجا مدنيا، باعتبارها مسيحية وزوجها مسلم، وهي أول ممثلة سورية تتزوج بهذه الطريقة. الفنانة روزينا الأثقاني بدور منى شيخ الجبل. ولدت روزينا بتاريخ 17 إبريل عام 1990. عمر الفنانة في 2020 30 سنة. روزينا ممثلة سورية صغيرة في عمرها وكبيرة في مسيرتها الفنية، وجميلة في شكلها حتى جذبت عيونها الملونة كل من رآها. نجحت روزينا الأثقاني في سنوات قليلة باعتلاء منصات النجومية بعد مشاركتها في الكثير من الأعمال المهمة. ورغم أنها درست في قسم السينوغرافيا في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلا أنها اقتحمت عالم التمثيل من الباب الواسع. خلال شهر نيسان إبريل 2019 أكدت روزينا الأثقاني أنها دخلت القفص الذهبي برفقة شاب من خارج الوسط الفني، مشيرة أن هذه الخطوبة جاءت بعد قصة حب جمعتها به منذ زمن.
الفنان عبد الشهيم بدور شاهين شيخ الجبل. ولد الفنان عبد الشهيم بتاريخ 1 مايو عام 1982. عمر الفنان في 2020 37 سنة. عبد الشهيم ممثل لبناني وخريج معهد الفنون قسم المسرح، ومن أعماله التلفزيونية أولاد البلد وحدود شقيقة نص يوم بنت الشهبندر. الفنانة منى وصف بدور ناهد عمران. ولدت الفنانة منى وصف بتاريخ 1 فبراير عام 1942. عمر الفنانة في 2020 78 سنة. منى وصف ممثلة سورية قديرة، قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة، حصلت على العديد من الجوائز الفنية والأوسمة خلال مسيرتها، ولقبت بنجمة العالم العربي. فنانة وممثلة عظيمة، قدمت أعمالا كثيرة وحفرت في ذاكرة المشاهد صورة الأم الحنونة والسيدة القوية القادرة على تحمل أشد المصائب. منى وصف هي الشقيقة الكبرى لإخوتها، تزوجت عام 1963 من المخرج الراحل محمد شاهين الذي توفي عام 2004، ولهما ابن وحيد اسمه عمار ويعرف باسم عمار عبد الحميد. الإعلامي والممثل عادل كرم بدور نمر السعيد. ولد عادل كرم بتاريخ 20 أغسطس عام 1972. عمره في 2020 48 سنة. عادل كرم ممثل لبناني ومقدم برنامج هيدا حكي على شاشة ام تي في اللبنانية، اشتهر باللوحات الكوميدية لا يمل مع المخرج ناصر فقيه لمدة طويلة، كما اشتهر بشخصية أبو رياض وفريد الذي كان بطل سلسلة مغامرات أبو رياض على قناة المستقبل اللبنانية لفترة طويلة. تزوج عادل كرم عام 2014 من ريتا حنا، وأنجبا طفلهما شربل الذي كان يعاني من حالة خطرة فأدخل إلى العناية الفائقة. كشف عادل كرم عن سبب طلاقه من زوجته قائلا إن الأمور لم تسر بينهما كما يجب، لكن ذلك لم يحل دون بقائهما صديقين، خاصة وأنهما يتشاركان طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات. بعد ذلك بفترة قصيرة خرجت شائعات تقول بأن عادل كرم تزوج من الفنانة يارا، وكانت سرت شائعات قبل ذلك بوجود علاقة بينهما، إلا أن كلاهما نفى ذلك. الفنانة ولاء عزام بدور مروة. ولاء عزام ممثلة سورية، بدأت مشوارها الفني عام 2014، تعرف إليها جمهور المسرح في شخصية جروشا التي أدتها بمسرحية دائرة الطباشير القوقازية. ولدت ولاء عزام في مدينة دمشق بسوريا، لم تفصح عن عمرها لكنها في سن العشرينات، وهي غير متزوجة ولديها شقيق وشقيقة. الفنان ناظم عيسى بدور أبو علي. مثل ناظم عيسى دور أبو علي والذي لاقى صدى واسعا في كل مكان، حتى أنه عندما كان في كندا خلال عرض المسلسل كان الناس يسلمون عليه حين يلتقون به. الفنانة ختام اللحام بدور هناء شيخ الجبل. ولدت الفنانة ختام اللحام بتاريخ 7 يناير عام 1960. عمر الفنانة في 2020 60 سنة.
ختام اللحى ممثلة لبنانية، استطاعت أن تكون واحدة من القديرات اللواتي يلعبن الأدوار الصعبة المركبة بفضل موهبتهن الفذة وملامح وجههن المعبرة. ختام اللحى متزوجة ولكنها لم ترزق بأولاد، ولكنها أدت دور الأم بحرفية عالية خصوصا في مسلسل الهيبة. الفنان سعيد سرحان بدور علي شيخ الجبل. ولد سعيد سرحان بتاريخ 15 ديسمبر عام 1979. عمر الفنان في 2020 41 سنة. سعيد سرحان ممثل ذو خلفية أكاديمية، قدم العديد من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، حتى عمل كمقدم برامج للأطفال. التمثيل كان وما زال شغفه منذ الصغر، فبعد أن انتسب للجامعة اللبنانية ودرس الهندسة الميكانيكية لمدة سنة، عاد واتجه للتمثيل، حيث نال شهادة الدبلوم دراسات عليا في التمثيل المسرحي والسينمائي والإخراج. سطع نجمه في دور علي شيخ الجبل الذي سلط الضوء عليه وقدمه للجمهور العربي واللبناني، فعرفه الناس كممثل لديه ملكة التقليد والكتابة، تحدث بعدة لهجات ولغات. الفنانة فاليري أبو شقرة بدور مريم شيخ الجبل. ولدت بتاريخ 15 يناير عام 1992. عمرها في 2020 28 سنة. فاليري أبو شقرة ملكة جمال لبنان لعام 2015، ولدت في بيروت ونالت شهادة جامعية في مجال الإعلام المرئي والمسموع في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت. دخلت فاليري أبو شقرة القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار في زفاف ملوكي. الفنانة ليلى قمري بدور أم علي. ممثلة لبنانية ولدت في القاهرة عام 1948، وهي من أصل سوري لبناني. درست السكرتارية، وبعمر 16 عاما تزوجت من اللبناني عبد الله قمري الذي رآها في زيارة له لأقربائه في مصر، وتزوجا وعادا إلى لبنان برغم معارضة الأهل. أنجبا ابن وابنهما جيهان قمر التي أصبحت ممثلة أيضا، وجابي وهو مهندس ديكور. الفنان محمد حمادة بدور عارف. محمد حمادة ممثل سوري، قدم أول أدواره التلفزيونية في مسلسل شيفون عام 2011 للمخرج نجدة أنزور.